أهلا وسهلا أخت مادلين. يسعد مساك السير، سلام المسيح وبركة الرب تكون معكم. أهلا وسهلا أخت مادلين. طبعا أنت من فلسطين، إذا ممكن تشاركينا شوي عن وضع الأمهات في المنطقة عندكم. كل عام وجميع الأمهات بألف خير وبركة، وإن شاء الله الأيام الجاية أحسن وأحسن تكون، لأنه الوضع كتير زي ما أنت ذكرت حضرتك، الوضع كتير صعب على كل الأمهات. الأمهات في كل فلسطين بتعاني الألام، الحرب بتعاني ألام، الجوع ألام، الألم، الفقدان، الخسارة. بدي أخص بالذكر إنه أعيد الأمهات في غزة كل عام، والأم المضحية المتألمة بألف خير، تبكي عيوننا ألما على جميع هؤلاء الأمهات اللي بيعانوا ويلات الحروب، الجوع والألم. أثبتت الأم من جديد أنها استثنائية بعطائها وقوتها وثباتها، وخاصة في غزة وسط الحرب. مش قادرة الأم توفر لأولادها لقمة العيش، لقمة يابسة ياكلوها مش بحجم هذا العبء الموضوع على ظهرها. هي عمالة بتوقف بتواجه الصعاب عشان أولادها، عشان زوجها، عشان بيتها. خسرت الكثير. شفنا الأم الضعيفة المجروحة تجمع حشائش لتطبخ لقمة لأولادها. شفنا الأم تجمع أشلاء أطفالها بإيديها. يعني هذا الإشي عمال بحزن قلوبنا، بتبكي قلوبنا عليهم. زي ما أنت ذكرت أنت إلهام في فلسطين، قديش كانت أم لجميع الطلاب في مدارسها، كمان طلبت مساعدة ولم تجد. كم هي عظيمة الأم، كم هي عظيمة اللي عمال بتشوف أولادها بيموتوا وتشكر، تجمع ركام بيتها اللي بنته بتعبها وشقاها. هذا كتير كان يعني مشاهد صعبة على كل أم إنها تشوف هيك الأمهات بتعيش. الأولاد عمال بيموتوا جوع أمام أمهاتهم، أمهات لم تجد أكل، لم تجد مسكن، ما فيش مي لتنظيف أطفالها. في أمهات عمال بتموت من نقص الأدوية. شفنا أمهات راحت تجيب بعض الطحين لتطعم أطفالها، حين تعود تجد أطفالها وزوجها تحت الركام مش قادرة تساعدهم. فهذا يعني إحنا نأسف إنه إحنا في هذا القرن والعصر الحديث والتكنولوجيا، وإحنا عمال بنرجع لمئتين وثلاثمئة سنة لورا. فنأسف على هذه الظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا، بتمر فيها أمهاتنا، بتمر فيها بناتنا الأمهات كمان. يعني كثير الوضع صعب، لكن نشكر الرب انه هو يتحنن علينا ويتحنن على دموع الامهات. امين امين. طبعا عم نشوف هذا الوضع في بلادنا اخت مادلين، واكيد انت عم بتراقب الامر يعني عن قرب عما يحدث في غزة، وكمان قلت بفلسطين الأوضاع نفس الشيء، يمكن عشان نسمع الأخبار أكثر عن غزة، ولكن نفس المعاناة بفلسطين. أكيد الإغلاقات، العمال ما بخرجوا يشتغلوا، التسكيرات، الهدم، الاعتقالات، يعني الأوضاع في كل فلسطين صعبة. طب إيه الرسالة اللي ممكن توجهيها أخت مادلين لكل اللي بيشاهدونا؟ تعرفي هذا البرنامج يشاهد في كل أنحاء العالم، إيه الرسالة اللي بتحب توصليها؟ بدي أوصل إنه قديش هي عظيمة هاي الأم اللي بتتحمل، الأم اللي شافت كل هاي الأوجاع ولسه واقفة على رجليها. كم أنت عظيمة أيها الإمرأة، ليس فقط يوم عيد أم، بل كل يوم كل ساعة هو عيد لتلك المرأة التي تتحمل. صلاتنا في هذا اليوم يعني لهاي الأم العظيمة أن الرب يعطيها قوة، يعطيها الصبر، يعطيها تحمل، يعطيها انتصار في كل الظروف. أمين أمين أمين. أخت مادلين شكرا جزيلا، والرب يباركك، وإحنا بنستمر نصلي من أجل السلام، أمين، ووقف الحرب، وإنه فعلا الرب يغير كل وضع بلادنا يعني للخير والأفضل. وإحنا بنعرف إنه
ما في سلام إلا من خلال يسوع المسيح.